اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حسين. منورانا والله يا حبيبتي. ده نورك يا كمال. اهلا وسهلا، مع ان الوقت متاخر بس اهلا وسهلا. اتفضل يا حبيب قلبي. تسلم ايدك حبيبتي. انا بحب المانجا اصلي، معلش. الهنا والشفا. اكل انا كيك. عدي ايدك. ايه انت مصدومه دلوقتي؟ في واحده مصدومه تاكل كيك؟ ما يصحش برضه يا قلبي. خلاص مش عايزه. طب ولو طلع بيخوني؟ يبقى راجل ما بيفهمش. ايه انت بتقوله ده يا حسين؟ مش قصدي، انا قصدي يعني ان الراجل ما بيخونش مراته غير في حالتين. ايه هما بقى؟ الحاله الاولى ان مراته تبقى ست نكديه. الحمد لله مش انا ولا انا. ومنكد عليه عيشته. يا اما الحاله التانية ويبقى راجل رمرام. واطمني علي في الصفتين دول. أراك يا حسين متعاطف شوية مع علي ولا أنا متهيألي؟ أيوة طبعا يا حبيبتي، طبعا لازم يتعاطف معاه، رجالة بقى زي بعض وبيبرروا الخيانة. أنا مش راجل. إيه؟ أنا مش راجل زي علي بخون. أنا استحال أخون أبدا، وده لسبب واحد. سبب إيه يا حسين؟ إني صحتي في النازل اليومين دول. لا ما دي أنا متأكدة منها قوي يا حسين. خلاص يا كاميليا، خلاص هتفتحيني قدام الضيفة. بص يا إنجي، انا حاسس انك ظالمه علي قوي. ظالمه علي؟ يا سلام، وانا اللي جايه لك فاكراك هتفيدني؟ خلاص يا ست ما تزعليش، انا هراقب لك علي، بس في شويه اسئله كده ها عايزك تجاوبيني عليهم بمنتهى الدقه. حاضر. افتح معذره كمال. انا يا حسين بسرعه ثانيه واحده. حاضر اهو. سين جيم. لا جيم لما دي الاجابه. حاضر. سين لسه ما سالتش. حاضر حاضر. سين اشترى هدوم جديدة قريب؟ جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. سين بيقف يتسمسم قدام المراية ويلزق شعره بفازلين. لسه امبارح. فين جيم؟ حاضر. جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. سين جدد باقة الانترنت. جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. سين الباقة اللي جددها دي خلصت في نفس اليوم. جيم. لسه امبارح. برافو يا حسين. حلو قوي كده. اخر سؤال واهم سؤال. سين بيخونك مع واحدة؟ جيم. لسه ايه؟ يعني هو هيخوني مع واحد؟ صح. ايه السؤال الغبي ده؟ صح. وانا لو عارفة الاجابة كنت جيت لك اصلا. خلاص طمني طمني يا اجي. انا هظبط لك الموضوع ده. اقفلي المحضر كمالي. اكتبي وقد اغلق المحضر في ساعته وتاريخه. وامر وكيل نيابه العجوزه بمراقبه المدعو علي الطيب. حسين انت مش قلت لي النهارده يا حسين؟ اهو ده اكبر دليل ان حسين ما بيخونيش. برافو يا حسين. خلاص بقى يا عم كابتنا، عمال يقول دي احداد دي احداد وهو بينوح بقاله 3 دقايق. على فكره يا بنات، احنا جوازنا محظوظين قوي قوي، لازم يحمدوا ربنا ان احنا موجودين في حياتهم. انا بس عايزه اعرفكم ان انا اهم انسانه في حياه شريف جوزي. احنا بجد قصه حبنا هتتحكي في كتب التاريخ. طبعا. امال ايه؟ اصل فضايحكم كتيره قوي. منال. انا وميسون المعزه اللي جابها لي على اخر الزمن. ايوه، ما انت اول ما غرتي في داهيه راح متجوز عليكي على طول. اتجوز ميسون. يبقى دي احداث. بالظبط. هموت من القلق، هموت من القلق يا كاميليا.
تفتكري فعلا علي هيطلع بيخوني ويعرف واحدة تانية عليا؟ طبعا اكيد. علي ده اصلا انسان محترم ومهذب وخلوق جدا. عايزه لبي انجي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا كمالي؟ ايه ده؟ منين مهذب وخلوق ومحترم ومنين اه بيخونك؟ في انت بقول لك اخرجي من دماغي دلوقتي. انت بتزعقي لي يا انجي؟ انا مالي؟ اهو حسين زمان بتقولي اي كلام، انا مش فاهمه. خلاص بقى هتطلع غليك فيا. خلاص لما نشوف. اهو جه اهو جه. وش مساء الخير. مساء النور. هاي يا حسين، طمني خير. ايه يا حسين؟ افهم ايه انا من دي؟ افهم ايه؟ اللي حسيته طلع حقيقة يا انجي. انا بعد تحريات كتير. انا اللي عملت التحريات يا باشا. وانا اللي اشرفت عليه. وانا هخنقكم انتوا الاثنين لو ما اتكلمتوش. اخلص. الصراحة علي طلع بيخونك مع واحدة فارهة الجمال. يا بخته ابن المحظوظ. فارهة الجمال؟ طب وعرفت ازاي حسين؟ ايه عرفت ازاي دي يا انجي؟ هو انا ظابط ولا بتاع بطاطا؟ لا بتاع بطاطا. ايه؟ راقبت تحركاته طبعا. انا اللي راقبت تحركاته يا باشا. وانا اللي قلت لك تراقبه ازاي؟ ماشي يا باشا ماشي. تعرف الموز يا باشا اللي كان معاها دي؟ اه. بسم الله ما شاء الله طويله ولا برج خليفي. عرفت طلعت مين؟ مين؟ شوف يا باشا بنفسك. وريني. ايه ده؟ الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. الواد بيقول الاخ. اه. ليه كده استنى حبيبتي؟ ليه كده؟ ده قلبي خلاص بدأت تدخل فيه. سانتي. سانتي مين؟ حبيبتي مين؟ دي واحدة. يا لهوي حاجة كده. بصي فول اوبشن هاي لاين فتحة سقف جنوت سبور اير باج سنتر لوك لونها برازيلي ميتاليك حاجة كده على المفتاح. ودي عاملة كام؟ لا دي استعمال طبيب. حسين. ايه دي واحدة. واحدة جات الاسم عايزة تعمل محضر في شلاح في كده مش عارف بيخونها بقى انا بيعمل ايه. يعني هو علي متجوزها وبيخونها معايا ولا هو جوزي وانا مش فاهمة حاجة يا حسين. شوفي ممكن يكون هي متجوزة واحد تاني وبتخونه مع الأستاذ علي. يعني مين بيخون مين ومين مع مين ومين ضد مين؟ انا مين؟ انت تتلاقي خالص دلوقتي. صراحة انا اللي كنت اخونك معاها كمان. اه مش مصدقه نفسي. حسين اللي انت بتقوله ده؟ استني بس لما نفهم. طب مش عارف هيتقابلوا امتى تاني؟ صراحة معرفش. انا اللي عارف الميعاد يا باشا. هيتقابلوا في العنوان ده بعد ساعة. اني فعل خير بس. ايوه عرفته خلاص. تأكيد يا علي. الدنيا ولعت يا بولبو. أنا اللي ولعتها يا باشا. وأنا اللي اديتك الكبريت. إنجي يا حبيبتي تحبي تشربي إيه؟ أنا هشرب عصير. وأنا سألتك تشربي شاي؟ ماشي رجاء شاي. ولا شاي بيعصبك وبيسهرك؟ لا شاي كويس. طيب تحبي أحمر ولا أخضر؟ والله في الحالة المنيلة اللي أنا فيها أسود ومنيل. بسكر ولا سادة؟ ماشي معلقة سكر كويس. في الحالة اللي أنت فيها دي يا حبيبتي يبقى سادة أحسن. آه شكلك بتوفري في السكر يا رجاء. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إيه؟ ده حد معائلي مش لحد لوحده. أنا حسين بشرب أربعة مرة واحدة. أيوه ده حسين. بطلي فجأة يا حبيبتي. لسه ما لحقتش أشرب. تسلم إيديك يا جو. ممكن بقى أعرف مين دول؟ أنا هقول لك مين دول. ده بعلك علي. ده علي؟ ودي الموزة اللي هو بيعرف. ما تقوليش موزة! بس اهدي. طيب خلاص أنا عايزاكي. بس حرام عليكي بوظتي الخطة. طيب. يا إنجي مش كده. إنجي من فضلك اهدي يا حبيبتي عشان نعرف نخطط صح. حاضر. ممكن بقى أعرف الدورية اللي في النص دي؟ دي الترابيزة اللي هم بيقعدوا عليها لما بيتقابلوا ويشربوا المشروبات هم في الكوفي شوب. وكمان انت حاسس بايه ده يا شيخه؟ مشروبات يا
وقعت الحاج عليا كده كده. شفت عملت ايه؟ الكوبايات كلها اتكسرت والمشروبات اتدلقت في الارض، وكل ده على حساب جوزك، يعني ميزانيه بيتك هتتاثر. هاتي هاتي اهو. ايه ده يا اختي؟ ان شاء الله. دي بقى الترابيزه اللي جنب الترابيزه اللي بيقعد عليها علي والموزه بتاعته، علشان انا قاعده على الترابيزه هنا اراقبهم. انا لازم يكون ليا دور في الخطه دي. هيكون لك يا اختي، ما تفرحيش قوي. بصي بقى اللي حصل بين انجي وعلي، ممكن قوي ان جوازنا احنا الاثنين يتاثروا بيه ويعملوا زي علي، ونبقى احنا الاثنين زي انجي. ايه زي انجي؟ بعرف كده. ايه ايه انجي جالها جرب؟ لا يا حبيبتي. ايه ايه صحيح زي انجي؟ ايه وحد تقولي بقى زي انجي يا رجاء؟ لا ما اخص عليك. خلاص خلاص انجي. الله، انا مش قصدي ابدا، انا قصدي يعني انكم تركزوا معايا كده وتحاولوا تفهموا. حاولي تفهمي اللي حصل ده بين انجي وعلي. حصل امتى؟ مش لما المشاكل زادت بينهم؟ وفي التوقيت ده بالذات الموزه دي ظهرت في حياه علي. نقوم احنا بقى نعمل ايه؟ نطلب البوليس. لا، نطلب المطافي. يخرب بيت غبائك. لا، نطلب سندوتشات كبده ونجيب جنب الكبده حاجه ساقعه، عشان بصراحه انا جوعت واعصابي تعبانه. يخرب بيت تفاستك. هو ايه ده؟ امال نعمل ايه؟ نطلب الطلاق. حرام عليك، انا كده هنطلب الطلاق. اوعي.